إذا غادي نعطيك الكلمة قبل ما إذا كانت نقطة نظام كتخص بالجدول ديال الأعمال اللي هو الدراسة والمصادقة على برنامج العمل الجماعي 2022-2027 فيما يخص التداول ديال هذه الجلسة. تفضل أسيدي. شكرا سيد الرئيس. نقطة نظام في القانون ما كتعلقش بجدول الأعمال ديال الدورة ولا هذه الجلسة، كتعلق بالسير العام، السير ديال الجامعة. بلغ أنا كما بلغ جميع المواطنين والمواطنات المغاربة والأكاديريين الخصوص أن جامعة أكادير وقعت اتفاقية ديال التطبيع مع مركز نشر اللي كيتواجد بنفوذ منطقة حيفا المحتلة من طرف الكيان الصهيوني الغاصب. هذا المركز اللي المساحة ديالو حوالي 13000 كيلومتر، الساكنة ديالو ما كتجاوز 23000 نسمة. الناس القياديين ديالو ناس كيسيروه، الايادي ديالهم ملتخب الدماء ديال الاطفال والشيوخ والنساء ديال فلسطين. والمجلس استغل الفرحة ديال المغاربة بالانجازات اللي كانت في الفترة ديال المونديال في قطر، وكي يستغل هذه الفرصه وكي يوقع هذه الاتفاقيه ديال التطبيع. بغينا نعرفوا السيد الرئيس، مع العلم انه في القانون اتفاقيات خصها تدوز في الدوره وتصدق عليها الدوره، ما كنوقعوش خارج القانون. هذا جانب. الجانب الثاني بغينا نعرفوا شنو هي الحيتيات ديال هذه الاتفاقيه وعلاش دارتو. شكرا. ونتمنى يكون الجواب ما يكونش مرور الكرام، نمر عليها مرور الكرام وشكرا. سي وهبي تفضل. ما دامش معنا جبدنا الموضوع غادي نشد حتى انا الكلمه، تنظن من حقي كيف ما عطيتي لي فرصه عطيني فرصه. بعدا كاين العلاقات الخارجيه والعلاقات بين الدول والدبلوماسيه الخارجيه اللي تيمثلها هو صاحب الجلاله نصره الله، ماشي شي واحد اخر، هو اللي تيشوف مصلحه البلاد. وماشي غير هذه الاتفاقيه اللي تدارت مدينة أكادير، كاين اتفاقيات أخرى اللي تدارت، وهذا الشيء لمصلحة البلاد. تدارت في وزارة الفلاحة، تدارت في الصحة، تدارت إيوا. خلاو ليك الكلمة، خليني نهضر. لا تندير نقطة نظام حتى أنا، خليني ندير من حقي نهضر كيف ما بغيت، كيف ما هضرتي نهضر. الله سي وهبي عافاك. الاتفاقيات اخرى تدارت، منها تاع العدل، الفلاحه، الصحه، وهذا الشيء كله لمصلحه البلاد. وسيدنا الله ينصرو في الخطاب ديالو قال بان هذه الاتفاقيه بين اسرائيل وامريكا والمغرب ما عمرها غتكون على حساب المصلحه تاع الفلسطينيين، بالعكس. وبعدا كنت نشد في هذا النهار بواحد رجل دوله اللي هو العثماني، اللي تجاوز الشعارات الخاويه وسنى الاتفاقيه مع اسرائيل وامريكا. شكرا. شكون السي وهبي ما نطولوش. غادي يجاوبكم السي. وغير واحد سميتو، غير ما نبقاوش نستغلو هاد الشحاره تاع جوج دريان وهاد اسمح لي كل واحد تيهضر كيف ما بغى. شكون اللي قال لك تنجاوبك انت؟ انا راه تنهضر كيف ما بغيت. شوف بالنسبة ليا وهضر مع راسك، عبر ودير العباد وقول الهضرة الخاوية كيف ما بغيتي. السيد المستشار والله إلا بينا الديمقراطية عندكم وحرية التعبير عندكم. السيد المستشار يا ودي على اليسار مشات أيامه. السيد المستشار الله يعز عمر بن جلون وكان
تفضل. قيامه مع الكلمه ديال الاخ المستشار اللي كيذكر بانه اتفاقيات التوامه اللي تمت ما بين مدينه اكادير ومدينه اخرى. اولا انتم كتعرفوا بان جميع الاتفاقيات ديال التوامه والشراكه انها خصها تكون تدرج في المجلس، وانا الى ما دوزنا دورات ما عمر شي اتفاقيه كاينه ولا كاينه شي اتفاقيه ديال التوامه، واؤكد ذلك بصريح العباره. ما عندناش لا فاش تكون حنا ما خايفينش منها، ولكن باش نجيو نعاودوا نعاود لواحد اللي غيجيب شي معلومه يمشي يتاكد منها. صافي سيدي شوف هذا الله يخليك، هذه نقطه نظام، نقطه نظام، نقطه نظام، نقطه نظام انتهت. هذيك الاتفاق شوف اسيدي اسيد المستشار، هذيك الاتفاقيه كاينه في الدماغ ديالك وفي هذوك صحاب الفيرتوال اللي بغاو يديروا، ما كاين حتى اتفاقيه توقعات وما كاينش اتفاقيه كاينه موجوده فوق الطاوله. هذاك ماشي شوف نهار اللي تكون شي حاجه راه كاينه الاغلبيه هنا وكاينه الديمقراطيه وكاينه المعارضه وكل واحد يلعب الدور ديالو. وسدينا هذا الموضوع، شكرا لكم، وما تحاولوش تبداو يعني تشدوا لوبينيون بيبليك وتلعبوا به. شوف ما تكذبوش على الناس ملي كتفيقوا في الصباح خصكم تشوفوا وجهكم في المرايا وتشوفوا التاريخ وتشوفوا واش دا واش ما داش. السيد الرئيس ما تجيوش تقولوا حنا ما كنكذبوش، راه الراي العام اللي كيقول، مواقع الاعلام كتقول هذا الشيء، ها هو خرجوا فيه، هذا الشيء اللي جاوبوه وديروا انتم اللي خصكم. كذاب. تفضل.